حد فيكم كان يعرف ان اوغندا فيها مصدر من مصادر النيل؟ اكيد كتير منكم ما يعرفوش. ما كانش ينفع نيجي اوغندا من غير ما نشوف النيل، النيل الموجود في مدينة جنجا، واللي لما خططنا ان احنا نروح له لقينا حاجة كبيرة جدا هتحصل هناك. سمعنا ان موجود على ضفاف النيل في المدينة ديت واحد من اكبر مهرجانات الموسيقى في افريقيا كلها، واللي اسمه نيجا نيجا. واللي فيكم ما يعرفش يعني ايه مهرجان، هي حفلة موسيقية بس طويلة شوية، يعني بتمتد لأربع أيام. بيبقى جوه الحفلة ديت موجود أماكن إن أنت تقدر تخيم فيها، فيعني بتبقى آكل شارب نايم جوه الحفلة الموسيقية دي. ودي حاجة كنت بسمع عنها كتير وكان نفسي أعملها بس ما كانش في فرصة إن أنا أحققها، والفرصة ديت جات لي لغاية عندي. نوريكم احنا قاعدين هنا هنقعد حوالي ليلتين في المهرجان ده. ده بالنسبه لي اول مهرجان احضره في حياتي، بس سمعت كلام عن مهرجانات في اوروبا بقى وفي الدول المتقدمه ديت، يعني مش عايز اقول لكم عجب العجب، مش عارفين بقى هشوف ايه النهارده. ومن كتر الكلام اللي سمعته يعني عندي كده تخيلات وحاجات دايره في دماغي، مش عارف هيحصل معايا ايه، ومش عارف هيبقى المود بتاعي ايه في المهرجان ده صراحه يعني. فاحنا قاعدين هنا لمده يومين بقى يا جماعه، جايبين العتاد والعتيد بتاعنا والاكل بتاعنا، جايبين تفاح شيبسي سيريس يا جماعه، ده حاجه من الحاجات اللي ايه يعني الفانسي قوي قوي قوي، وجزر عشان دومينيك، كوكيز عشاني، 1 كيلو جرام عيش الماني، افوكادو، ملح وفلفل، وجنب الخيمه ديت موجود المايه بتاعتنا دي. كده اول حاجه تقدر تشوفها اول ما تدخل منطقه التخييم، عاملين فيها زي منطقه خدمات كده، هتلاقي مطاعم ومنطقه كده استراحه وريلاكس وتفنيخه، حمامات وبتاع وكل حاجه، بحيث ان انت في منطقه التخييم بتاعك لو انت مكسل ومش قادر تروح ولا تيجي يعني تلاقي الخدمات الاساسيه بتاعتك موجوده. النيل كده له حنين للوطن، يعني تحس كده والله العظيم، يعني الواحد اول ما دخل وشاف النيل حسيت فعلا ان انا يعني النيل هو في اي حته. المهرجان ده انا ما كنتش متخيل ان هيبقى متنظم بالتنظيمه الطريقه دي او الطريقه الحلوه ديت، متنظم تنظيمه تمام يعني، مكان كبير يعني وحلو، 15,000 واحد جايين القريه الصغيره ديت ولا المدينه الصغيره ديت عشان يحتفلوا. يعني في ناس جايين من اوروبا وناس جايين من يعني من بلاد المحيطة بينا يعني زي كينيا مثلا، الكينيين كتير جدا، في ناس قابلناهم في رواندا لقيناهم هنا. الموضوع شكله مشهور جامد ومسمع، يعني كل مهرجان كبير بيتعمل في اي حتة في العالم الناس بتروح له وبتضرب مسافات، فمش عارف حاجة زي ديت متعملش عندنا ليه. يعني نستمتع كده يا جماعة، نعيش الحياة دي 4 أيام كده فاصلة من الدنيا، متعيشش كده ومزيكا وبس. المهرجان مش بس مكان كبير الناس بتتجمع فيه عشان تسمع مزيكا، المهرجان ده عالم تاني جوه العالم اللي احنا عايشين فيه ده.
اللي الناس كلها بتتبعها هنا هي عيش حياتك وبس. كل واحد بيعمل اللي نفسه فيه من غير ما يشغل باله بأي حد. نمشي بقى عندنا طريق. يعني المهرجان اصلا بيبقى 4 ايام، يومين اللي هم جمعه وسبت بيبقوا اكتر اليومين فيهم بقى ايه زحمه، بعد كده الناس بقى تبدا تصفصف. يعني بكره يبقى زي اول يوم مثلا اللي احنا ما جيناش فيه، بس يبدا بعد كده ايه كل حاجه تنتهي بقى. نعمل كده انا ودومينيك، نعمل فيستيفال بتاعنا كده، نشوف بقى ايه الناس اللي هتيجي، نحط فيه شويه بندات ويبقى مشروع العمر. Together all the cool people of Egypt of the Arab world and to somehow to yeah, to give everybody the chance together and to forget everything else for some days. And Shamufas will play, by the way. Oh. This is my biggest, you know, biggest wish or vision I have for this festival. امبارح كان في ام كلثوم يا حبيبي وجد ايه، يعني ديت الحاجه اللي حطتني في المود امبارح جامد. انا متهيالي لو حد يعرف المهرجانات عندنا هتبقى مردغانه. Actually, I'm wondering all the time how I will look like in this video, because for the last 3 days I didn't see myself in a mirror. It's so good, you know. Yeah. This is as well what it's about. Just be. يعني الصبح كده تلاقي ناس تغسل سنانها كده، ولا حد بيهتم بالمظاهر بأي شكل من الأشكال. يعني أنت بتعيش كده مع بتاع 1000 واحد في منطقة واحدة، فلازم تتعامل يا معلم. غدا سوشي احلى حاجه هنا في المهرجانات، في مطاعم يعني انواع مختلفه، يعني ممكن تلاقي كل الحاجات انت عايزها. فناخد غدانا مع المزيكا الجميله ديت وكل حاجه تبقى 100 100. خلاص يا جماعه كده بقى المهرجان الجميل ده انتهى، عشان ما ينفعش نطول اكتر من كده هنا في المهرجان ده، اصلا يعني بدات مشارفه على الانتهاء، لازم نرحل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم فيديو جديد من اوغندا. السلام عليكم. صحيح نسيت اقول لكم، الفتره اللي جايه الفيديوهات بتاعتنا هتبقى في مواعيد ثابته، هتبقى كل يوم جمعه وحد واربع الساعه 5 المغرب العصر حسب ما التوقيت بتاعك هو عامل ازاي. الخطوه دي عملناها عشان الناس كتير كانت بتتوه وما بتبقاش عارفه الفيديوهات هتنزل امتى، فيعني ما تنسوناش من الدعم الفتره اللي جايه عشان نكتر من عدد الفيديوهات. لو في فيديو زياده هينزل ما بين الفيديوهات ديت هبقى ابلغكم، بس كل اسبوع جمعه وحد واربع، ما تنسوش الساعه 5. سلام. مش عايز اسيب والله العظيم المهرجان حلو في اخر يوم احنا ماشيين فيه، يعني الموضوع حلو في اخر يوم، مش عايز امشي، مش عايز امشي. Let's go back.